حطيت السؤال على صفحتي وكل الناس في أغلبية ساحقة إن إحنا هنلاقي شيكو اللي هو الشاهد الرئيسي اللي شاف البنت فعلا مخطوفة في كفر الغاب. طيب انتوا خمنتوا خلاص؟ ده اللي حصل. حد اسمه شيكو تعرفوه؟ شيكو؟ اه لا ما نعرفش شيكو. طب اسألولي شيكو مين؟ عايزاه. انا من كف البطيخ من عند الراجل ده. طب انا اكلمه ازاي بقى؟ عارفه؟ لا مش عارفه قد كده. يعني ايه قد كده؟ يعني اعرفه. ما اعرفوش. ما تعرفوش ولا بتكذب؟ لا ما اعرفوش. ما تعرفوش بجد؟ لا والله ما اعرفوش. ده كان معاه عند الظابط. يعني عارفه ولا لا؟ اه كان معاه. طب ما انت عارفه اهو. طب ماشي هو. طب ما تقول كده عارفه. يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ انت كنت معاه بالظبط. طب بس انا ماليش فين. بقول لك ايه، تعال لي بس، تعال لي. انت تعرف شيكو؟ بتقولي ما اعرفوش ليه؟ ما اعرفوش والله. كان معاه عند الظابط قاعد معاه وقفونا على ركبه. لا شيكو هو يبقى عارف شيكو معاه. العيال ممكن تتخطف هنا؟ مكان ممكن يروح ويجي برضه في كل مكان وتاخده. يعني ايه يروح ويجي؟ في في ممكن يروح من هنا هناك وممكن يجي من هنا هناك عادي. مش فاهمه. تبادل عشان خاطر. يعني ايه تبادل؟ يعني ممكن حاجات من هنا تروح، يعني ممكن انا اتخطف من هنا اروح في مكان تاني ما اجيش. ممكن من مكان تاني يجي هنا لان ما حدش عارف. تعالى لي بس نسمع بالاسم ده بس نسمع بالاسم ده هنا بس ما نعرفوش. انتوا اكيد عارفين. خليك جدع وصل لي. احنا واقفين والله مع الوجه الله ما في حاجه. يعني احنا مش حد. خليك جدع كده وقف. طيب بس انا مش عارفه. لا طبعا بتكذب. بكذب انا بقى اتكلم مش عارف انا بقول ايه اصلا. ليه؟ ضارب حاجه؟ لا ما قطعتهاش. ما بشربش حاجه. ده صنايع القهوه ده. صاحب القهوه ده. هنا شيكو واحد بس ما حدش عارفه. شيكو واحد هنا بس اللي ما حدش عارفه. اي والله. شيكو واحد بس اللي عارفه. هتساله. ما احنا من هنا من شيكو ده. احنا هنا في البلد. طب خلاص اللي يعرفه بتقول ايه؟ جاي بتقول اللي فين حد بخطف. مفيش هنا حد بخطف. خلاص فين هنا اللي بيقول حد انا بخطف؟ انا اللي قلت. مين بقى هم؟ مين بقى؟ مش موضوعنا. سالتهم في شيكو؟ قالوا لا بس في خطف اطفال. قوم اطمن على اولادك. دوروا معانا على ليلى وسواق التوك توك. قالوا لي ممكن يحصل تبادل، ناس تروح هناك ناس من هناك يجوا هنا. تبادل بشر اللي اسمه الاتجار بالبشر سواء لأغراض جنسية أو تجارة أعضاء. ابتدت الأجواء تتوتر وأنا مش كل منزل دمياط بقى هشتبك، فقلت ندور على عمدة البلد دي ونسأله. في بلدكم تسول؟ طب أخبار المخدرات إيه؟ بقول له هل ممكن يكون في خطف هنا؟ قال لي خطف بس؟